الضرورة الإنسانية والأخوية كتخلينا اليوم نحضروا باش نأزروا العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة. اليوم نتجرد في هذه اللحظة من الانتماء ديال أي فريق، ونقف وقفة إجلال واحترام لروح فقيد. اللي عطى بزاف في مسار طويل في المحفل الرياضي عامة في المغرب باسم المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي، ويسمحوا لي جميع فعالياته باش نقدم التعزية الحارة لفريق الرجاء ولأسرته الكبيرة والصغيرة ولجميع الرياضيين أيضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.